قوات حماية الشعب الكردية تؤكد الدخول في مفاوضات مع دمشق قريبا للتصدي للتوغل التركي. البيت الأبيض يعد إعلانا للطوارئ قد يصدره ترامب لتمويل الجدار الحدودي. وواشنطن تدعو مجلس الأمن إلى اجتماع عاجل حول فنزويلا السبت المقبل. السابعة صباحا الخميس بتوقيت جرينتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أعرب قائد وحدات حماية الشعب الكردية السورية سيبان حمو عن اعتقاده بأن المحادثات مع الحكومة بشأن مستقبل المنطقة الشمالية الغربية ستبدأ في الأيام المقبلة. وأكد حمو في تصريحات لرويترز أن المحادثات مع دمشق ستتم بصورة مباشرة لصد خطر التوغل التركي في شمال سوريا، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من مواقعها، مشيرا إلى تلقي وحدات الشعب الكردية ردود فعل إيجابية من الحكومة السورية. شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أن تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو السبيل الوحيد الذي سيحقق السلام الشامل في الشرق الأوسط. وأكد الصفدي خلال فعاليات منتدى ديفوس أن الإجراءات الأحادية الإسرائيلية تقوض فرص تحقيق هذا الحل، وأن غياب آفاقي تعمق مشاعر اليأس ويقوي الجماعات المتطرفة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تشمل 4 منظمات مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيرانية وشركة إير ماهان المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، وهي لواء فاطميون وشركة فلايت ترافل ومقرها أرمينيا وشركة إير فارس للطيران ومقرها إيران ولواء زينبيون. ذكرت شبكة CNN التلفزيونية أن البيت الأبيض يجهز إعلانا للطوارئ سيصدره الرئيس دونالد ترامب لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك. وقال مسؤول بالحكومة للمحطة التلفزيونية إنه جرى تحديث مسودة الإعلان في الأسبوع الماضي، إلا أن مستشاري ترامب لا يزالون منقسمين بشأن القضية. طلبت الخارجية الأمريكية مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ يوم السبت المقبل لمناقشة الأوضاع في فنزويلا. وأعربت واشنطن عن أملها في عقد اجتماع علني بالرغم من معارضة روسيا. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن مستعدة لتقديم دعم ب$20 مليار لإعادة إعمار فنزويلا وإنهاء معاناة ملايين الفنزويليين بحسب تعبيره. ومن جهته أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبوله دعوة المكسيك وأوروغواي للحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا من أجل حل الأزمة السياسية بالبلاد. وفي خطاب له قال مادورو إن بلاده ستغلق سفارتها وجميع قنصلياتها في الولايات المتحدة، وذلك غداة قطعه العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن ردا على اعترافها بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.